عليكم السلام. الحاج محمود يا مرحبا، زي الحال يا حاج محمود؟ الحمد لله على السلامة، ربنا يبارك فيك. أهلا وسهلا، الله يرفع قدرك. الحمد لله على السلامة، الله يكرمك. نعم. طيب نجيب على سؤال أخينا الكبير الحاج محمود. هذه مأساة أخرى، يقول إن كثيرا من الناس لا يحسنون الصلاة، وأنا أتفق معه في أن الأمة بالفعل تحتاج إلى من يعلمها الصلاة كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فهو القائل بأبي وأمي وروحي صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنا أنصح برسالة صغيرة جدا لشيخنا أبي عبد الرحمن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. يعني لو قرأت الرسالة بتحقيق الشيخ المعروف لاستشعرت أنك تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة أن يكبر إلى أن يسلم. فأنا أنصح بقراءة هذه الرسالة القيمة لتتعرف على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم. كيف كان يقرأ؟ كيف كان يضع يده؟ كيف كان يركع؟ كيف كان يسجد؟ كيف كان يعتدل بعد الركوع ويجلس بين السجدتين؟ وما هي كيفية جلسة الافتراش؟ وما هي كيفية جلسة التورك؟ وما هي كيفية الجلسة جلسة الاستراحة؟ إلى غير ذلك، لأن كثيرا من الناس بالفعل قد لا يحسنون الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أول ركن عملي من أركان الإسلام، فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه. خلي بالك من الكلام ده، أول ركن عملي. حضرتك بتدخل الإسلام بالنطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن الركن العملي الأول هو الصلاة. ففرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم كيف يصلي، أن يتعلم أركان الصلاة، أن يتعلم واجبات الصلاة، أن يتعلم مبطلات الصلاة. ومن ثم واجب عليه أيضا، وهذا فرض عين آخر على كل مسلم ومسلمة، أن يتعلم أحكام الطهارة، أحكام الوضوء، نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء، سنن الوضوء،